الموعد المحلية لنهار اليوم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. في المستهل شدد وزير التجارة طيب زيتوني على أهمية تطوير صناعة السكر وتعزيز إنتاجها في الجزائر، حيث أكد خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية وهران صباحة اليوم الاثنين، أكد على ضرورة الاستثمار في إنتاج المادة الأولية لإنتاج السكر لتعزيز الاقتصاد الوطني. التغطية لنبيل أبو عود. اليوم الجزائر عندها ثلاث مركبات للسكر لتكرير السكر. نأمل أولا إلى أننا نطلع نسبة الإنتاج نتاعنا اللي راهي الحمد لله كافية في السوق، حتى لما لا نلج أسواق عالمية، ثم أننا نمشي إلى الاستثمار في المادة الأولية، وهذا الشيء اللي تم الاتفاق عليه بأوامر من السيد رئيس الجمهورية، أننا الأمة التي لا تلبس مما تخيط ولا تأكل مما تنتج، فهي أمة ناقصة في إنتاجها وسيادتها دائما تبقى محدودة. لذا احنا مرغمين اننا نمشي الى توفير سلاسل القيم من انتاج الماده الاوليه الى تحويلها الى استهلاكها ولما لا الى تصديرها، وهذا هو يعني سبب زيارتنا اليوم لهذا المركب والاخوان مشكورين. قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني أن قطاعه سجل أرقاما مشجعة خلال سنة 2023 وأثناء الثلاثي الأول للسنة الجارية 2024 من حيث عدد المشاريع المنتجة وكمية الإنتاج السمكي المحققة. الوزير وخلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سيدي بلعباس اليوم الاثنين، كشف أن الإنتاج بلغ 2700 طن من مختلف أنواع أسماك المياه العذبة التي يتم تسويقها من خلال شبكات توزيع المنتجات الصيدية أو من خلال نقاط البيع الخاصة بالغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية البائيات. التغطية لمحمد أمين عزوز. استراتيجية كذلك على دعم ومرافقة كل المشاريع في إطار المقاولاتية والابتكار ذات الصلة مع تربية المائيات، سيما صناعة الأعلاف وإنتاج شغار السمك وتربية الطحالب والصناعات التحويلية والتسويق. الأول للسنة الجارية 2024 أرقاما مشجعة من حيث عدد المشاريع المنتجة وكمية إنتاج السمك المحققة، حيث أحصينا ما يفوق 55 مشروع منتج منها ثلاث مشاريع جديدة دخلت في إنتاج هذه السنة، إضافة إلى 49 مشروع كبير في طور الإنجاز. كما سجلنا أكثر من 22 ألف ممارسون لنشاط تربية المائيات من خلال استطلاع أكثر من أو فلاحين ممارسين لنشاط تربية المائيات من خلال استزراع أكثر من 16 ألف حوض فلاحي، لما لهذا الاندماج مع النشاط الفلاحي من فوائد أثبتته الكثير من التجارب الميدانية. وزاريا دائما أشرف وزير السياحة مختار ديدوش على افتتاح الصالون الدولي للسياحة في طبعته السادسة بولاية قسنطينة. وزير السياحة وعلى هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية، وقف على عدة مشاريع سياحية وفنادق خاصة بالمستثمرين الخواص، كما تفقد أيضا أشغال إعادة تهيئة وعصرنة فندق سيرتا الذي يعتبر تراثا معماريا وهندسيا تسخر به ولاية قسنطينة. التغطية لرندع ميرش. وجودنا اليوم هنا في ولاية قسنطينة سمح لنا في بداية الأمر أن يعني نفقد أين وصلت أشغال إعادة تهيئة وعصرنة فندق سيرتا حسب المقاييس الدولية، ولاحظنا أن الأشغال يعني راهي في مرحلتها الأخيرة، هناك بعض اللمسات والروتوشات يعني ما قبل الافتتاح، يعني سكون أبل لو بري أوبنينغ. وكما تعلمون فندق سيرتا هي مفخرة لمدينة قسنطينة، ويعد من التراث الهندسي المعماري لمدينة قسنطينة. قمنا بافتتاح الصالون الدولي للسياحة وفي يعني دورته السادسة، كما سمحت لنا ايضا ان يعني نلاحظ اين وصلت اشغال بناء يعني وحدات فندقيه تابعه للقطاع الخاص، كما ايضا لاحظنا اليوم وهنا موجودين يعني في فضاء مخصص يعني للسياحه، سياحه لاغرو توريزم.
احتضنت جامعة أحمد طاهري ببشار الملتقى الوطني الأول للأمن المائي في الجزائر، والذي يندرج في إطار استراتيجية عمل المرصد الوطني للمجتمع المدني ضمن مقاربته التشاركية التي تهدف إلى مرافقة وترقية وتعزيز دور المجتمع المدني لتحقيق التنمية المحلية. نتابع التفاصيل في تقرير عبد الصمد متاحي. لقاءات تشاركية للمجتمع المدني للبيئة احتضنته جامعة الطاهري محمد ببشار حول موضوع الأمن المائي في الجزائر بحضور خبراء ودكاترة في المجال ومختصين من منظمات المجتمع المدني. ولن نوجه الرأي العام حول التحديات الإقليمية وحول أيضا هذه المشاريع الكبرى مهيكل لاستفادتها الولاية، وكذلك أيضا طرح كل المشاكل التي تعيشها الولاية. اللي حبينا نقدموها اقتصاد الماء، خاصة ثقافة الاقتصاد، وكذلك يخذ الاعتبار بالحفاظ حماية السدود والحوز المائية. جلسات أطرت لأساتذة مختصين في هذا الموضوع من أجل ترقية وتعزيز دور المجتمع المدني لتحقيق التنمية المحلية. اليوم احنا كما قلت نحاول أننا نركز على الجانب المساهمة المواطنين في إطار انسجام المجتمع مع مؤسسة الدولة. الخروج بالعديد من التوصيات من طرف فعاليات المجتمع المدني التي تهدف إلى وضع استراتيجيات مشتركة لحماية الموارد المائية، كما سيكون فرصة مواتية للجمعية البيئية لتطوير ومناقشة الأفكار البناءة خدمة للوعي البيئي المحلي. أمنيا، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق هراس من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية كانت بصدد تهريب محركات السيارات والشاحنات من مختلف الأحجام، إضافة إلى تهريب الملابس المستعملة. العملية أسفرت عن توقيف شخصين وحجز 28 محركا و38 رزمة من الملابس المستعملة، وحجز 4 سيارات نفعية كانت تستعمل في عملية التهريب. التغطية لزين الدين بن شابي. تنفيذ المخطط الوسطى من طرف قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق هراس الخاص بمحاربة وشل العصابات الإجرامية وشبكات التهريب عبر إقليم الاختصاص، تمكن مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق هراس من وضع حد نشاط عصابة إجرامية كانت بصدد نقل وتهريب محركات السيارات والشاحنات من مختلف الأحجام، أين تم حجز 28 محرك من مختلف الأحجام، 38 رزمة من الملابس المستعملة أجنبية الصنع البالا، وتوقيف شخصين وحجز 4 سيارات نفعية من نوع ماستر. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة. تعد مدينة بوسعادة بولاية المسيلة نموذجا لصناعة الأجبان التقليدية التي تخطت حدود الجزائر ووصلت إلى الخارج نظرا لجودتها وطريقة تحضيرها المميزة. تقرير في السياق لفريا العقيلة زيان. أنواع مختلفة من الجبن تحضر بطريقة تقليدية، أشهرها جبن القفص البوسعادي الذي تجاوز ذوقه الحدود إلى العالمية بالنظر إلى جودته المستخلصة من طريقة تحضيره الفريدة. عن حليب ننتج به جبنة بقر أو ماعز، يخثر ثم يقطر ثم يلف في الأعشاب، إنه جبن طبيعي صحي، لا يوجد فيه أي إضافات، لا يوجد فيه أي نكهات صناعية، هو كل شيء طبيعي. تمزج أنواع الحليب المختلفة مع الأعشاب كإكليل الجبلي والشيح، وتلف بطريقة معينة في هذه الأقفاص العشبية ما يضفي عليها نكهة خاصة. القفص المصنوع من حلفة والقفت والكليل الجبلي هو عبارة عن ذوق وحافظ، لأن الأعشاب الجبلية هي عبارة عن أعشاب طبية صحية تقدم لنا أذواق وتقدم لنا مواد حافظة للحليب والجبن. الحمد لله تورثناها من عن جد جد، ما هيش حاجة سهلة، والحمد لله كي طورنا فيها وكملنا في هذه الحرفة اللي رانا فيها، بدأت تتفنن في صناعة الأجبان وكامل في كامل ربع الوطن، وإن شاء الله نروحوا بهذه الفكرة البعيدة. جبن القفص البوسعادي من الأجبان الجزائرية التقليدية التي توجت بالميدالية الذهبية في مسابقة تورس تشيز وورد بفرنسا سنة 2023 ضمن فئة أطيب الأجبان في العالم.
نهاية الموجز المحلي، شكرا لكم والسلام عليكم.